يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 69، واستشهد على إثره اليوم عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في مناطق رفح، خان يونس وجباليا، وارتفع بذلك عدد الشهداء في غزة إلى 18,778، والجرحى كذلك إلى أكثر من 50,000. نعم، يأتي ذلك فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال حول مدارس اتخذها عشرات آلاف النازحين ملاجئ وبغزة إلى مراكز عسكرية. يا حبيبي يا خالد، والله الوداعات المتكررة في غزة، الألم والوجع والبكاء على الإنسانية الضائعة بات يحاصر سكان المدينة التي تقصف، ومع كل خبر آت صرخات الأطفال المصابين ونحيب الأمهات الثكالى وأنين الجرحى، كلها باتت هي كل ما نسمعه فقط هنا ونراها، فيما لا زال الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء في مدينة رفح وخان يونس جنوبا وفي حي الدرج وشمالي قطاع غزة. احنا سمعنا صوت انفجار في المنطقة، جينا جرينا هنا لقينا ناس مقطعة ولا مصاب، طلعنا من هنا كلهم شهداء أطفال صغار، وانت عارف مدينة رفح أقل إيش بيت فيها، فيها يمكن 20 نازح، قاعدين أطفال صغار نازحين كلهم قاعدين في بيت، ولا في مقاومين ولا في صواريخ ولا في حاجة، ما شافوا إلا الصاروخ فيهم، نزلوا العمارة كلها عليهم، أشلاء كلهم مخنوقين وكلهم ميتين، أصغار كل واحد يجوزها أولادها ولا جوزها أولادها، كل العمارة مليانة بيجي 60 نفر فيها. في غضون ذلك أثارت الأمطار هلع آلاف النازحين داخل مراكز الإيواء والمستشفيات والطرقات أيضا، حيث يعيش آلاف النازحين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية أوضاعا مأساوية لا يمكن وصفها بكلمات، فقد شاهدوا كل أنواع العذاب والبرد والمطر مما زاد من معاناتهم الإنسانية. وإحنا نايمين المية وصلت عنا هان، وقعدنا في المكنسة نسحب المية، حطينا سطولة انتلى الفراش وصلتنا المية هان، وتو والله كمان قبل ما تيجي وإحنا في المكنسة بنسحب، وتبهدلت أولادنا كلها وجيراننا كلهم، كل الناس تبهدلت، كلنا غرقنا في المية. ومع انهيار المنظومة الصحية أعلنت وزارة الصحة عن نفاذ تطعيمات الأطفال بالكامل، ما سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة. وطالبت الوزارة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع وقوع كارثة صحية. صعد الإمام تلفزيون دولة الكويت من مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة فلسطين.